ده هو أول فيديو في القناة الجديدة. احنا النهاردة هنتكلم بإذن الله تعالى في القانون المدني، وتحديدا فيما يسمى بإيه؟ مصادر الالتزام. مصادر الالتزام عشان أوضحها لك كده بسهولة وببساطة وسلاسة، كلمة التزام، التزام يعني أنت ملتزم بشيء وشخص آخر ملتزم بشيء. الشيء ده قد تكون أنت وحدك ملتزم به، وقد يكون الالتزام متبادل. يعني زي مثلا إيه؟ يعني عقد بيع. عقد البيع بيبقى فيه التزامات متبادلة، يعني المشتري لازم يدفع الفلوس، البايع لازم يسلمه الشيء اللي هو اتباع، يعني باع له مثلا عقار يعني قطعة أرض زراعية، قطعة أرض مباني، شقة، عمارة. المشتري هنا ملتزم بدفع فلوس، البايع ملتزم بانه يديله يسلمه الايه الشيء اللي هو باعه له ايا كان هذا الشيء. فدي اسمها التزامات. طيب الالتزامات دي بتيجي من فين؟ بتيجي من مصادر متعدده، وعلى راس هذه المصادر العقد. والعقد ده الناس بتتصور انه العقد هو اللي بيجيبوه من المكتبة، واذا كان عقد بيع، عقد ايجار، عقد مش عارف ايه. لكن العقد ليه تقسيمات كتير ولازم نفهمها ولازم نعرفها علشان اثناء التعامل نفهم ايه اللي لينا وايه اللي علينا. وانا هحاول اعرض للامور بشكل مبسط علشان غير الدارسين للقانون يبقوا هما كمان فاهمين انا بقول ايه، لان انا بهدف الى نشر الثقافة القانونية. فزي ما بقول لحضراتكم العقد له اقسام كثيرة جدا. فيه العقد الرضائي، وفيه العقد الشكل، فيه العقد العيني. طب عشان نفرق بين الأمور دي بنقول إيه؟ نقرأ مع بعض واحدة واحدة كده ونبسط اللي هنقرأه. يعني أنا هقرأ لحضراتكم، طبعا الكلام مكتوب في كتاب القانون بصيغة قانونية، ربما يعني غير الدارسين للقانون تبقى الصيغة يعني مش واضحة بالنسبة لهم. أنا هقراها وهوضحها لكم. العقد الرضائي هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين، فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد، ولا يمنع العقد من أن يكون رضائيا أن يشترط في إثباته شكل مخصوص، إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته. فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائيا، حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوه. والفائدة العملية من هذا التمييز أن الكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فإن العقد غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار أو اليمين. أما إذا كانت الكتابة ركنا
شكليا في العقد فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجودا حتى مع الإقرار أو اليمين. كلام ممتاز. هو يقصد يقول لنا إيه من الكلمتين دول؟ يقصد يقول لنا إنه الرضا بين المتعاقدين هو أساس التعاقد، أساس التعاقد. يعني إيه أساس التعاقد؟ يعني واحد راح لواحد قال له أنا عاجبني حتة الأرض دي اللي أنت بتملكها، هل أنت تحب تبيعها؟ أعرضها للبيع؟ التاني قال له عايز أبيعها. طيب بكام؟ بكذا. يلا المقدم كام؟ طب عند التسجيل كام؟ يبقى كده في ايه؟ رضا بين الطرفين، رضا بين الطرفين. والرضا ده هو اساس تكوين العقد، اساس تكوين العقد. يعني مش الاساس هنا الكتابة، عشان في ناس بتخلط ما بين بعض الأمور. يعني ممكن ناس تقول لك إيه، هو في عقد مش ما يتكتبش، هو في عقد مش مكتوب، في حاجة اسمها عقد ما يتكتبش. في عقد ما يتكتبش، عادي عادي جدا. إيه المشكلة؟ في عقد اتفق البايع مع المشتري وقاعدين مع بعض، بيع أبيع، تشتري أشتري، بكام بكذا، طب خد المقدم فاضل لك كام، بس ده رضا. وكده يعني يبقى العقد أصبح موجود. طب أمال إيه موقف الكتابة؟ ليه إحنا بنروح عند محامي ونكتب العقد؟ أو في ناس بتشتري ما نموذج من المكتبة وتملاه، لأنه ده غلط، يعني لأنه بيهدر حقوق البائع والمشتري زي ما هنشوف بعدين. لأن هنا الكتابة مش أساس تكوين العقد، ولكن الكتابة وسيلة إثبات، وسيلة إثبات. يعني الاتنين اختلفوا مع بعض، هل العقد موجود ولا مش موجود؟ هل ده البايع وفى بالتزاماته ولا لا؟ هل المشتري وفى بالتزاماته ولا لا؟ فيبقى هنا الكتابة وسيلة للإثبات، إثبات وجود العقد، إثبات الوفاء بالالتزامات. لكن الكتابة مش هي أساس وجود العقد، أساس وجود العقد الرضاء، الرضاء بين الطرفين. تمام؟ يبقى الكتابة عبارة عن أداة إثبات. طيب بما أنه هنفترض أنه هما تعاقدوا رضائيا واتفقوا، وواحد دفع فلوس وبعد كده يعني ما كملوش لأي سبب من الأسباب، زي مثلا واحد فيهم توفاه الله، أو واحد فيهم تلاعب بعد ما خد الفلوس اللي هو المقدم وبتاع، أنكر وقال لي أنا ما خدتش حاجة وما اتفقتش على حاجة، فهنا هل العقد يبقى بدام الكتابة مش موجودة يبقى خلاص ما انعقدش؟ لا، احنا بنقول هنا ان طالما العقد من نوعية العقود الرضائية، يعني تكفي او يكفي الرضا لانعقاده، يبقى الكتابة هنا ما هي الا وسيلة اثبات، وسيلة اثبات. طيب وسيلة الاثبات دي مش موجودة، طب نعمل ايه؟ هل في وسائل اثبات اخرى؟ القانون قال لك في وسائل اثبات اخرى.
زي ايه؟ زي الاقرار واليمين. يعني مثلا حضرتك قلت لواحد انا عايز اشتري منك حتة الارض دي اللي انت تملكها، وهو وافق بكام يا حاج؟ قال لك مثلا بمليون جنيه. طيب هتاخد كام مقدم وتاخد كام عند التسجيل؟ قال لك النص دلوقتي والنص عند التسجيل. رحت انت اديته نص مليون جنيه، ما كتبتوش، انتوا قاعدين مع بعض وفي ثقة وفي معرفة طويلة وعلاقة ممتدة من سنين وبتاع. طب خد يا حاج اتفضل، ادي النص مليون جنيه. طب بكرة ايه؟ هنروح الشهر العقاري وهنسجل، وما كتبتوش عقد ابتدائي. جاء بكرة الحاج ده ولا الأستاذ ده طلع من النوعية، يا قال لك يا عم أنا ما خدش منك فلوس، أنا ما أعرفكش، ما شفتكش، ولا اتفقت معك على حاجة. يبقى هنا الكتابة كانت عبارة عن وسيلة إثبات. طب الإثبات الكتابة غير متوفرة، يبقى إيه الحل؟ الحل إن إحنا بنلجأ للإقرار أو لليمين. اليمين طبعا معروف، سيبنا من الإقرار عشان احنا بنتكلم عن الناس بشكل مبسط. اليمين انت اديته فلوس نص مليون جنيه المقدم وهو انكر، يبقى انت بترفع عليه قضيه وبتضمن القضيه اللي حصل، انك في يوم كذا اتفقت كذا وحصل 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 واديته نص مليون احلف اليمين يعني. فهو قدامه ان هو طبعا لو حلف اليمين يبقى ده مشكلته مع ربنا يعني، مش مشكلته معك. طيب لو هو ما مرضش يحلف خلاص، يبقى كلامك اصبح مصدق. طب لو هو قال لك طب بص احلف انت، يعني رد عليك اليمين، يبقى تحلف انت. احلف انا فعلا اديتك نص مليون جنيه وكنت متفق معك على اني هشتري منك جراط الارض الفلاني اللي في الحته الفلانيه، واديتك نص مليون جنيه عشان مقدم، وعلى اساس ان احنا بعديها بيوم او بيومين هنروح الشهر العقاري ونسجل، فمتى ما حلفت يبقى خلاص الحكم اللي هيصدر يقوم مقام العقد في الاثبات. يبقى هنا الكتابه في العقود الرضائيه ما هي إلا وسيلة إثبات، وهناك وسائل إثبات أخرى تقوم مقامها زي اليمين. في عقود بتبقى اسمها العقود الشكلية. العقود الشكلية دي الكتابة فيها ما هيش مجرد وسيلة إثبات، هيش مجرد وسيلة إثبات نستبدلها بوسيلة إثبات أخرى زي اليمين، ولكن في عقود اسمها العقود الشكلية الكتابة هنا بتبقى فيها إيه؟ ركن من أركان العقد. يعني عايز أقول لك إيه معنى ركن إيه؟ لو قلنا مثلا في عمارة، العمارة دي مش بتبقى قائمة على أعمدة اللي هي بتبقى طالعة من الأساسات كده، بيحفروا الأساس وبيطلعوا أعمدة، والأعمدة بيروحوا يبتدوا يبنوا فيها الأدوار. الأدوار بقى الدور الأول والثاني والثالث والعاشر كلها بتبقى محملة على العواميد دي أو العمدان دي. فالعمدان دي بتبقى هي الأركان، لو عمود منهم لا قدر الله وجع ممكن العمارة لا قدر الله توجع على من فيها. فالعقد هنا الكتابة، ودي في العقود الشكلية مش الرضائية، بتبقى الكتابة ركن شكلي فيه، يعني لا ينعقد العقد إطلاقا إلا إذا
وجدت الكتابة. يعني الكتابة مش مجرد وسيلة إثبات، لا، دي ركن شكلي. طيب قلنا إن الكتابة ركن شكلي، فهنا بيقول لك العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين، بل يجب لتمامه فوق ذلك اتباع شكل مخصوص بعينه، مخصوص بعينه، وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد. ولم يبقى في القانون الحديث إلا عدد قليل من العقود الشكلية الغرض من استيفاء شكليتها هو في الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد، كما في عقد الهبة والرهن. فهنا قلنا إن الكتابة هي ركن شكلي، والاتجاه الحديث في القانون المدني بيعتمد على إنه كل العقود عقود رضائية، يعني الكتابة مجرد وسيلة إثبات. لكن في بعض العقود ما زالت الكتابة هي ركن شكلي فيها زي ما قلت. وهنا ضرب لنا مثل بنوعين من العقود زي عقد الهبة وعقد الرهن. طبعا الهبة انك تهب حد شيء معين، وهنبقى نوضح ده تفصيلا فيما بعد ان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات القادمة. والرهن انك ترهن حاجة، يعني مثلا انت هنفترض واحد مزنوق ماديا، يعني عنده حالة عسر مالي، فهو مش عايز يبيع، يعني عنده مثلا شيء قيم مش عايز يبيعه، لكن هو عايز يرهنه، سواء الشيء القيم ده قطعة أرض، قطعة بتاع عمارة، بتاع مش عارف، مش عايز يبيعها، فبيرهنها، بيرهنها، أساس ياخد مبلغ من الشخص الآخر الراهن والمرتهن، وبيشوف مصالحه بالمبلغ ده، وبعد كده بيرد له المبلغ ده وبيسترد العمارة بتاعته أو قطعة الأرض بتاعته. فهنا القانون استوجب أن تكون في كتابة. ليه؟ لأن في نوعية معينة من العقود، لها خصوصيتها. يعني هو هنا بيقول لك إيه؟ أنه النوعية دي الشكلية اللي القانون بيفترض الكتابة فيها، على أساس الكتابة ركن شكلي زي الهبة والرهن، ليه القانون ميزها عن باقي العقود؟ قال لك هنا في الغالب لتنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد. وضرب لك مثل الهبة والرهن، وأنا ممكن أضيف لك عقد آخر زي عقد القرض في البنوك. يعني مفيش حاجة اسمها قرض يتم بشكل رضائي. الكتابة ركن شكلي في عقد القرض. ما تروح تاخد قرض من البنك كده، لازم تمضي عقد، عشان العقد ده هو المرجع فيما بين البنك وبين المقترض. إذا المقترض حصل المشكلة بينه وبين بعض، بيروحوا المحكمة ويقدموا العقد ده. يبقى كده حضراتكم احنا عرفنا الفرق ما بين العقد الرضائي والعقد الشكلي. تمام؟ في كمان العقد العيني. احنا عرفنا العقد الرضائي، ضربنا امثله بيه،
وقلنا ان هو الكتابة فيه مش ضرورية خالص، او ربما تكون ضرورية لمجرد اثبات وجود العقد، وحتى لو مش موجودة ممكن يتم اثبات وجود العقد سواء بالاقرار او اليمين. وقلنا انه في عقود اخرى شكلية والكتابة فيها بتبقى ركن شكلي من اركان العقد، لا ينعقد العقد بغير الكتابة. وضربنا مثل بعقد الرهن وعقد الهبة، واضفت لكم عقد القرض. فيه العقد العيني، قال لك العقد العيني هو عقد لا يتم بمجرد التراضي، بل يجب لتمام العقد فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد. طبعا دي واضحة، يعني احنا النهاردة معظم العقود زي عقد البيع اللي هو شائع جدا، او عقد الايجار، واخد بالك؟ ما هو طبيعي انت يعني ما لازم بتسلم. يعني واحد قال لك تأجر لي الشقة دي، قلت له أأجر. طب عايز تأمين كام كد كده، طب مش عارف، ما لازم بتسلمه. يعني العقد لا ينعقد إلا إذا وده يعني يعتبر الموضوع ده شائع في كل العقود. لكن هو هنا إيه؟ مديلك مثال محدد، بيقول لك إيه؟ ففي عقود التأمين يشترط أحيانا ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول. القسط الأول يعني هو مخصصها لك، يعني اديتك مثل بعقد الإيجار، لكن هو مخصصها لك بعقد محدد وهو عقد التأمين. عقد التأمين ده يعني مثلا أنت حضرتك رحت شركة التأمين، الله أكبر، الله أعظم، عزة الله شديد، الله شكرا سيدنا عظيم. حضرتك رحت شركة تأمين تعمل عقد تأمين، مضيت وثيقة التأمين. أحيانا القانون أو مش القانون، لأنه القانون المدني في معظمه قانون اتفاق، يعني قائم على الاتفاق ما بين الأشخاص وبعضهم، ما لم يكن هذا الاتفاق مخلا بنص قانوني او بالنظام العام. فيما عدا ذلك فكل شيء تقريبا في القانون المدني بيخضع للاتفاق الحر والإرادة الحرة ما بين الأشخاص وبعضهم، سواء كانوا أشخاص طبيعيين او اعتباريين يعني شركات. طبيعيين لما نقول شخص طبيعي يا جماعة، عشان برضو نفهم في الفيديوهات الجاية، شخص طبيعي يعني إنسان. لما نقول شخص اعتباري يعني شركة، هيئة، مصلحة، نقابة، يعني القانون أداها الشخصية الاعتبارية. اعتبارية يعني اعتبرها انها كأنها شخص. فلما نقول شخص طبيعي، عشان في الفيديوهات ان شاء الله القادمة كلمة شخص طبيعي يعني ايه؟ شخص طبيعي يعني انسان. طب شخص اعتباري، الشخص الاعتباري ده أي جهة، أي مصلحة، أي حقوق، الحكومة، النقابة، هيئة، مؤسسة، طالما القانون اعتبرها أن لها شخصية اعتبارية فهو هنا اعتبارا هي كأنها إنسان. فهنا هو قال لك إن العقد العيني، ضرب لك مثل بعقد التأمين، يقول لك عقد التأمين ده لو حضرتك مثلا رحت تأمن على نفسك أو على عربيتك أو على، إذا كان ربنا كرمك وعندك فيلا ولا قصر ولا ممتلكات سواء عقارية أو منقولات أو كده، وأنت رايح تأمن عادي. فهنا احيانا عقد التأمين على حسب اتفاقك ما بينك وبين شركة التأمين، ممكن عقد التأمين يبقى عقد عيني، بمعنى انه
لا ينعقد العقد إلا إذا حضرتك دفعت القسط الأول من التأمين. يعني رحت تأمن على عربيتك أو على ممتلكاتك العقارية أو ممتلكاتك النقدية أو ممتلكات المنقولات اللي عند حضرتك، واخد بالك؟ فمن الممكن إنه يبقى في مكتوب شرط في عقد التأمين بينك وبين شركة التأمين إنه العقد ليس بساري ولا يمكن أن يصبح ساريا إلا بعد دفع القسط الأول من التأمين، وممكن الشرط ده ما يكونش موجود. يبقى لو كان هذا الشرط موجود يبقى ده اسمه عقد عيني، عقد عيني، يعني لا بد من الدفع أولا قبل تمام العقد، يعني العقد لا ينعقد إلا إذا تم الدفع. يبقى كده احنا النهاردة حضراتكم تناولنا العقود من حيث العقد الرضائي وعرفناه، وقلنا الاتجاه الحديث في القانون المدني ان كل العقود رضائي، وان الكتابة مجرد وسيلة اثبات، مجرد وسيلة اثبات لا اكثر ولا اقل، يحل محلها الاقرار واليمين وما الى ذلك. وعرفنا العقد الشكلي ومتى يكون العقد الشكلي ركن شكلي في العقد ولا ينعقد العقد بدونه، وعرفنا انه السبب في كده انه القانون حط الجزئية دي علشان ينبه الناس لخطورة هذا النوع من انواع العقود، وضربنا مثل بيه زي عقد الهبة والرهن، واخيرا العقد العيني، وقلنا العقد العيني اللي هو لابد ان يكون فيه دفع في الاول، وضربنا مثل بيه عقد التأمين. إن شاء الله في الفيديو القادم هنستكمل أنواع العقود الأخرى، يعني العقود لها أنواع متعددة. احنا ضربنا أمثلة لبعض العقود، ولكن هناك عقود أخرى زي مثلا على سبيل المثال العقد المسمى والعقد غير المسمى. ده يعني برضو في عجالة، معلش اسمحوا لي كده في دقيقة زيادة أو دقيقتين زيادة، إيه العقد المسمى وإيه العقد غير المسمى؟ الحقيقة إنه العقود لا يمكن أن تنتهي، يعني في عقود كثيرة جدا. العقود دي كل ما الدنيا بتتطور بتطلع عقود. يعني هديك مثال بسيط جدا، من كام سنة فاتوا، من 20-30 سنة فاتوا، 40 سنة فاتوا، ما كانش في نت ولا كان في الكلام ده كله ولا لا. لكن النهاردة ظهر النت. طب النت أوجد لنا شيء مستحدث، زي مثلا حضرتك تروح عايز تعمل موقع على النت، عايز تعمل موقع على النت، حضرتك شركة وعايز تعمل موقع على النت. طيب كان زمان من 50 سنة و40 سنة في الكلام ده؟ ما كانش فيه. لكن مع تقدم الدنيا ظهر لنا الموضوع ده. فهنا العقد اللي بينك وبين الشركة اللي هتنفذ لك موقع على النت، العقد ده يعتبر من العقود غير المسمى. ليه غير المسمى؟ لأني كل يوم التعاملات بين البشر وبعضهم بتظهر لنا أنواع من المعاملات اللي ملهاش مسمى في القانون، وبالتالي دي بنسميها العقود غير المسمى. وهي العقود الغير المسمى هي الأكثرية في العقود. أما العقود المسمى هي العقود اللي إيه القانون أداها اسم، أداها اسم، زي عقد الهبة، عقد الرهن، عقد الإيجار، عقد البيع، عقد العمل، عقد التأمين. يعني دي كلها عقود القانون أدها اسم محدد، لكن التعاملات بين البشر وبعضهم، لأن كل يوم احنا في أحوال جديدة، واخد حضرتك؟ زي مثلا هديك مثل آخر، يعني وليكن انك انت عندك صفحة على النت، واخد بالك، وطلبت من احدهم انه يتولى ادارة هذه الصفحة اللي احنا بنسميه ادمن، واخد بالك؟ طب الادمن ده
هتتفق مع انك والله هتدل الصفحة تعمل 1 2 3 4 5 في مقابل اتعاب مادية شهرية قدرها كذا. طب هو كان في زمان ايام ما حطوا القانون المدني في حاجة اسمها ادمن؟ ما كانش في حاجة اسمها ادمن. يبقى العقود المسماة هي العقود الاكثرية في القانون المدني، غير المسمى، انا اسف، غير المسمى. اما العقود المسماة فهي القانون التي اطلق عليها القانون اسما محددا، زي العقود اللي انا قلتها من شويه، تمام. وزي بنلاقي البعض بيجي يعمل ايه، يقول لك عقد اتفاق، عقد اتفاق، اتفق الاول مع الثاني على كذا وكذا. والحقيقه انا مش بميل لكلمه عقد اتفاق، لانه كل العقود هي عقود اتفاق، كل العقود هي ما لابد ان يكون في اتفاق. لذلك انا بميل الى ايه، الى انه احنا زي ما قلنا في عقد مسمى وعقد غير مسمى. لابد انه لو احنا العقد اللي هنعمله غير مسمى ملوش اسم في القانون، احنا نكتب له اسم. ازاي يعني؟ مثلا عقد إدارة صفحة على الفيسبوك، يبقى ليه؟ لا، في البعض يجي يعني اللي هو ما عندوش خبرة القانون يسميه عقد اتفاق. أنا بتضايقني الحكاية دي، لأنه ما كل العقود لازم يكون فيها اتفاق. ما هو لو العقد فيه إجبار ما يبقاش عقد، كل العقود فيها اتفاق. فأنا بحب دايما الأمور تبقى مفصلة، تبقى مفصلة. فالعقد مثلا أنا في واحد هيعمل لي إدارة للقناة بتاعتي، قناتي على اليوتيوب، وهيمنتجها لي وهي مش عارف إيه وإيه، زي البشمهندس اللي قاعد قصادي ده، بشمهندس صغير وله مستقبل إن شاء الله كبير في مسائل الإنتاج والكلام اللي زي كده، تمام. بس البشمهندس ده ما ده يعني ما بيتعلم فيه فهو ايه يعني، بس هو موهبة على فكرة، يعني مش بيتعلم فيها، لا لا، هو عنده موهبة فزة، والموهبة دي يعني ما شاء الله، يعني رغم حداثة سنه. وانا نزلت له على فكرة صورة في الصفحة بتاعتي على صفحة القانون والناس، البشمهندس احمد محسن ده راجل بيعمل لي انتاج للقناة بتاعتي، لان انا راجل ما فهمش في التكنولوجيا الحديث. طيب النهاردة انا لو جيت مثلا، اعتبرنا ان بشمهندس احمد محسن ده راجل كبير، هو لسه شاب وصغير، لو هو شاب كبير بقى وبتاع، وعملت معه عقد ان هو يعمل لي منتج للقناة بتاعتي ومش عارف ايه و طب العقد ده اسمه عقد غير مسمى، لانه القانون ما اطلقش عليه اسم معين، ما اطلقش عليه اسم معين. والعقود غير المسمى هي الأكثرية، لأن التعامل بين البشر كل يوم بيفرز أشكال وأشكال وأشكال من التعاملات والتعاقدات، تمام. بكده احنا عرفنا العقود الرضائية، العقود الشكلية، العقود العينية، العقود المسمى، العقود غير المسمى.